انا جو النهارده رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده هنعمل كيك. بس النهارده مش هنعمل الكيك العاديه، النهارده هنعمل ليزي كيك، مش هتحتاج فرن خالص. ويلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. هنحتاج معانا بسكوت ساده، تمام، على حسب طبعا انتوا عايزين تعملوا كميه قد ايه او الصينيه قد ايه، اي نوع مش فارقه معانا، بس اهم حاجه يبقى البسكوت ساده. نص كوبايه كاكاو خام باودر، كوباية سكر، كوباية مية عادية، تلتين كوباية زبدة، ومعانا فانيليا. اول حاجة هنحط المكونات دي اللي هي الكاكاو والسكر والمية والزبدة في حلة، تمام، نولع النار. هننزل بقى كل الحاجة. السكر والكاكاو، بعد كده نقلب عشان كل حاجة كده تبقى اتخلطت في بعضها والزبدة تسيح. هقلبها لحد ما كل حاجة تتمسك كده والزبدة دي تسيح، وارجع لكم. ده هنا معانا هو لسه بيدوبوا كلهم في بعض، تمام. عقبال ما ده يدوب كده كله في بعضه ويغلي شوية، نكون احنا كسرنا البسكوت تكسيرة كده عشوائية، مش صغير قوي يعني، بصوا كده يعني حتت كده كبيرة شوية. طريقة سهلة جدا، مش هتاخد وقت ومش هنحتاج فرن زي ما قلنا، وطعمها كمان حلو قوي. هكسر بقية البسكوت، وعبال ما برضو اللي حطيناهم على النار دول يغلوا شوية ويدوبوا هنبقى رجعنا. كده اكون كسرت كل البسكوت، واتاكد ان مفيش حاجه لسه ما اتكسرتش، ما كسرناهمش صغير قوي، تمام. وهنا الصوص بتاعي ده بدا داب خالص وبدا يغلي، استخدمت المضرب ده عشان بس ما يبقاش فيه كتل كده. دلوقتي هحط الفانيليا، هطفي عليها واقلب. هسيبه بقى ده يبرد شوية، واول ما يبرد هحطه على البسكوت، هسيبه يبرد وارجع له. وبكده نكون طلعناهم من على النار، سيبناها شوية تبرد، احنا لسه سايبينها تبرد هنا. عقبال ما تبرد والبسكوت هنا مكسرينه، هنكون عملنا الصوص اللي هنحطه فوق الكيك دي، تمام. هنستخدم شوكليت اي نوع، تمام، مش فارقه النوع خالص، بس هنستخدم شوكليت يعني. كوبايه لبن، حطهم في الطاسه كده، وهحط الاول النار، هحط اول ما اللبن يغلي هحط الشوكولاته، تمام. استنى اللبن يغلي والصوص الشوكليت اللي عملناه هو بيبرد، علشان يعني اول ما ده يخلص نكون عاملين الصوص ونحط عليه من فوق على طول.
بصوا اهو هستناه يغلي وارجع لكم. طيب دلوقتي اول ما اللبن بدأ يغلي كده هحط الشوكولاتة بتاعتي. هستناها تدوب خالص، اول ما تدوب هنزل عليها بمعلقتين سمنة او زبدة. تمام، هقلبهم كده علشان يدوبوا، اول ما يدوبوا هرجع لكم. تمام، هنا ده كده كله داب، الشوكليت دابت خالص مع اللبن. هنحط معلقتين سمنة او زبدة. احنا ليه بنحط سمنة او زبدة؟ علشان يديها لمعة شوية وكمان يتقله. نقعد نقلبهم كده عشان كله برضو يسيح في بعضه. بيبدأ يسيح واحدة واحدة وكله بيتمزج كده مع بعضه. اول ما يسيح ويغلي كده غلوتين وهنقوم مطفيين عليه على طول. تمام، هسيبه وارجع لكم. تمام كده غلى وكل حاجة دخلت في بعضها اهو. تمام، السمنة واللبن والشوكولاتة كله داب في بعضه، هنطفي عليه اهو كده ونسيبه يبرد. وهنا هنشوف بقى هنعمل ايه في البسكوت. هناخد الصوص اللي عملناه في الاول، سيبناه يبرد خالص، هقوم حطاه على البسكوت واحدة واحدة كده. نقلبهم في بعض بحيث ان البسكوت يدخل في كل الشوكولاتة. نستنى ما يبرد خالص الصوص ده قبل ما نحطه على البسكوت، عشان البسكوت ما يدوبش خالص، يبقى يعني ولا كأن في بسكوت يعني قطع كده. هقلبهم كده واغلف الشوكولاته البسكوت كله بالشوكولاته وارجع لكم. كده نكون غلفنا البسكوت كله بالشوكولاته اهو. دلوقتي هبدا اجيب صينيه واحط فيها البسكوت بتاعي. هغطيه كله وارجع لكم. كده اكون فضيته في الصينية، هبدأ اسويه كده علشان يبقى كله نفس المستوى كده. بعد ما اسويه كله هسيبه في التلاجة ساعة، وبعد ما نطلعه هنحط عليه الصوص اللي عملناه اهو. سايبينه يبرد خالص، بصوا كده. كده انا سويته كله، هحطه في التلاجة كده لمدة ساعة وارجع لكم. كده احنا سيبنا البسكوت بالصوص بتاعنا ساعة في التلاجة. هنبدأ نحط الصوص التاني اللي حطيناه اللي عملناه اهو، تقل شوية كده. بصوا لما سيبناه هنبدأ كده ندلقه بقى. هعمله كده فيها كلها، خليه يجي في الجناب وكل حاجة.
كده نكون حطينا الصوص بتاعنا، هنسيبها في التلاجة 6 ساعات علشان كل حاجة تجمد في بعض، ما تبقاش كده لسه الشوكولاتة سايحة قوي. تمام، وكده نكون عملنا الليزي كيك بتاعتنا. يا رب تعجبكم، ما تنسوش لو جربتوها تكتبوا في الكومنتس عجبتكم، واكتبوا اي ملاحظات انتوا عايزينها. تنسوش اللايك سبسكرايب وكومنت وشير، ويا رب تكون عجبتكم. باي.